بثلاثة أهداف مقابل اثنين. يحرز نادي التضامن الرياضي بالمكلا لقب بطولة كأس حضرموت لكرة القدم. هذا الانتصار الجديد والمتلاحق للنادي الأزرق في تنافسات المستطيل الأخضر جاء على حساب منافسه البرتقالي نادي سمعون بعد اختراق شباكه بثلاثة أهداف في ركلات الترجيح. الضغط والتنافس كان واضحا وقويا منذ اللحظة الأولى في أداء اللاعبين المتنافسين على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلا، وهو تنافس لم يكن ليعادله إلا حماس التنافس المشتعل لدى جماهير الناديين الذين اكتظت بهم مدرجات الملعب قبل عدة ساعات من انطلاق صافرة بدء المباراة. جينا اليوم مشاهدة مباراة التضامن سمعون، جينا من الوادي بمديرية شبام لمشاهدة مباراة هذه النهائية للدوري المحافظ الثالث، وجينا من الطريق المسافات الطويلة، جينا من مدينة شبام وشاهدنا الكثير من الباصات الطالعة من الوادي لمشاهدة هذه المباراة المثيرة. والله شعورنا يعني بفرحة كبيرة لأهالي الشحر، جميع منطقة الشحر جميعا، بهذا الجمهور الغفير، بهذا الناس اللي حضرت وأزرت هذا النادي، يعني الدليل باين من عنوانه إن شاء الله. جماهير أطلقت العنان لنفسها في تقديم الأهازيج والرقصات الشعبية والكرنفالية لدعم وتشجيع لاعبيها. الحضور الكثيف للجماهير الرياضية والتي قدمت من مختلف مناطق المحافظة لمؤازرة أنديتها كانت العنوان الأبرز الذي ساد أجواء البطولة منذ انطلاقة تنافساتها بهذا الموسم في سبتمبر الماضي بمشاركة 37 نادياً على امتداد الجغرافيا الحضرمية، وهو ما يرى فيه مهتمون بالشأن الرياضي عاملاً مساعداً في تطوير أداء الفرق الرياضية. هدفنا من هذه البطولة هي هدف كبير جدا، الحضور الجماهيري أعطى للبطولة رونق خاص، أعطاها نوع من الحماس، طغى أيضا حتى أثر على جانب الفني للأندية، أندية رياضية ظهر مستواها الفني بشكل عالي بسبب الحضور الجماهيري، لأن الحضور الجماهيري هو يؤدي إلى فرض التنافس داخل الملعب، وما لاحظناه طبعا في الوادي وفي الساحل من خلال تنقل الجماهير كان دليل على هذا. التضامن الرياضي النادي الذي تأسس قبل أكثر من نصف قرن والذي يستشف لونه من زرقة مياه بحر المكلا هو اليوم سيد الأندية الرياضية الكروية بحضرموت وبطلها لهذا الموسم ليحقق وبانتزاعه لقب كأس حضرموت للمرة الثالثة في تاريخ البطولة إنجازا مهما في طريقه نحو تعزيز حضوره الاحترافي ليس على مستوى الصعيد المحلي بل والوطني أيضا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.